أهلا بحضراتكم. أنا كتبت على المنتدى إن أنا في عزل منزلي صحي، والحمد لله لما حسيت بشوية تحسن قلت أتكلم معاكم في التجربة دي، ربنا يتم الشفاء منها على خير بإذن الله، وربنا يديكوا الصحة وما تمروش بالتجربة دي أبدا. لما بيبقى في حد من أفراد الأسرة بيصاب بابتلاء كورونا رغم وجود العزل، لكن طبعا بيحصل أي اختلاط ولو بسيط جدا، الاختلاط البسيط ده ممكن يصيب باقي أفراد الأسرة. وعشان كده أنا لما أصبت بنفس الأعراض ما عملتش مسحة لكورونا، لكن أفراد الأسرة اللي أصيبوا بيه عندي عملوا المسحة وطلع أنهم مصابين فعلا بكورونا، فأنا ما احتجتش أن أنا أعمل المسحة، والطبيب المشرف على علاجهم لقى نفس الأعراض اللي أنا أصبت بيها، فكتب لي على نفس بروتوكول العلاج بتاعهم لأنه هو افترض أن أنا أصبت بيه يعني. والحمد لله أنا الحمد لله دلوقتي تحسن كبير جدا، وكنت عايزة أشارككم برسالة اللي وصلتني من التجربة دي، لأن إحنا الحقيقة بنعيش عمرنا كله عندنا قناعات ومبادئ بنؤمن بيها وبنطالب وبنفرضها على الآخرين ان هم يلتزموا بهذه المبادئ، واحنا ما نقدرش ان احنا نعرف احنا بامكاننا ان احنا نلزم نفسنا بيها ولا لا، الا لما بنمر بابتلاء معين ربنا بيختارنا بيختارنا ان احنا نمر بيه علشان احنا نقدر نمتحن نفسنا اولا، ونستبصر هل احنا بنقدر ان احنا نفرض على نفسنا نفس اللي احنا بنطالب به الآخرين ولا لا، بنحكم على نفسنا بنفس اللي احنا وبنرضى لنفسنا بنفس اللي احنا بنرضى للآخرين ولا لا. يعني لما بنقول مثلا ان احنا راضين بحكم ابتلاء ربنا سبحانه وتعالى، بنرضى فعلا من قلبنا ولا احنا بنقول باللسان بس ان احنا راضين؟ الابتلاء هو اللي ما بنمر بيه فعلا ده بيوضح لنا ان احنا فعلا حمدنا ربنا وراضينا من قلبنا، ولا كان الرضا ده احنا بننادي بيه باللسان فقط ولا لا. بنعرف ده ازاي؟ انا طبعا بنخطط، وزي ما انا كده كنت مخططة فترة اللي فاتت على حاجات معينة هقوم بيها، وطبعا لما تعرضت لأشياء معينة في الفترة الأخيرة تحديدا من شهرين حصل تعطيل وتأجيل للنظام والبلان اللي أنا كنت رسماها، وتحديدا ابتدى الكلام ده من 15 أكتوبر لما وصلتني استشارة غريبة جدا اضطريت أن أنا أخد فترة طويلة فيه أن أنا أعمل يعني أشوف الاستشارة دي هل هي صدقة ولا مش صدقة. الإنسان اللي تواصلت معايا يعني دي عن الموضوع ده أنا كنت كتبت عنه بوست على الفيسبوك، وقلت أنا في فترة فيها انشغال ولما أرجع بإذن الله من الانشغال ده هتواصل معاكم، وكان في خطتي الحقيقة وكتبت على المنتدى في القناة كتبت بوست على المنتدى من فترة كده من حوالي عدة أسابيع إن أنا هحكي لكم على الاستشارة دي في فيديو بالتفصيل، وهقول لكم إيه اللي تم معاها وفي علاجها. وفي أثناء ما أنا بخطط لهذا الفيديو وبقوم بالإجراءات بتاعته يعني الحاجات المتطلبة يعني للقيام بالفيديو ده، فتعرضت لموضوع ان حد اصيب من افراد الاسرة كذا حد يعني، وبعدين انا اتنقل لي الاصابة منه، فتم تأجيل تصوير الفيديو ده. والنهاردة احنا بنعمل تسجيل صوتي برضو عشان ما كانش ينفع ظهوري في مثل هذه الحالة.
فطبعا فترة التأجيل خططك اللي انت بتكون مخطط لها وبيكونش باختيارك التأجيل ده والتعطيل ده، فانت بتختبر نفسك هل انت بتقول الحمد لله يعني أنا ربنا شايل لي الأحسن شايل لي الأفضل، التأجيل ده مفيش منه إلا كل خير، ولا أنت بتقول أنا ما عنديش حظ والخطط اللي تعطلت دي اللي جاي هيكون أسوأ منها. لكن لو أنت فعلا مريت بحمد ربنا سبحانه وتعالى وأخدت الفترة اللي أنت متخيل انها عطلة بالنسبة لك دي ان انت تطور منها عشان تكون في عودتك افضل واحسن باذن الله، يبقى كده هي مش عطلة بالنسبة لك، ده بالعكس ده انت في فترة من التطوير لذاتك وتحسين ذاتك للافضل. يعني زي ما قلت لكم في فترة الشهرين اللي فاتوا دي دول انا ما كنتش في عطلة وتأجيل تم، لا وفترة شلل تم مثلا عن اللي أنا بقوم بيه، بالعكس لا ده أنا الحمد لله كان في سيرشات وكان في مذاكرة وكان في خطوات بإذن الله هتكون للأفضل. يعني طيب و يعني لما ابتديت إن أنا الحمد لله أشعر بالتحسن، الخطط دي تأجلت وبقى واقع تأجيلها لحد ما الأمور تبقى أفضل، فكان ضمن المواضيع المهمة جدا جدا إن أنا أجهز لها والأعراض اللي ظهرت عليا أكبرتني إن يكون في عزلة. التجربة هنا اختلفت تماما والحسابات اختلفت، فبدأت أفكر في مدى الضرر اللي الإنسان وصله في فترة التعب دي، إنه طبعا التعطل واقعيا ضرر، حتى لو احنا فسرنا واستبدلنا تفكيره السلبي ده بإنه هو بإذن الله فترة للأفضل للتطوير للأفضل، فهي في النهاية تعطل. طيب التعطل دائما إن احنا نستغله استغلال للتطوير، او ان احنا نستسلم تماما انه تعطيل وسوء حظ ونبقى على ما نحن عليه. رغم انها فترة عطلة مع رضا مع رغبة في التطوير للافضل، لكن كان في استبصار برسالة مهمة جدا جدا من ربنا سبحانه وتعالى، ان انا اختلاطي بالمصابين نقل لي إصابة، رغم أنهم كانوا في عزل ما كانش في اختلاط بالمعنى المفهوم يعني، لكن من أثناء مثلا خدمة حد أو كده. فأنا رفضت الحمد لله أن أنا أي حد يقوم بخدمتي عشان ما نقلش الأعراض أو المرض لبقية أفراد الأسرة. طيب إزاي الإنسان ممكن يكون حرارته مرتفعة جداً لفوق 39 مثلا يخدم نفسه ازاي؟ عمليا اي حد هيفكر في كده هيلاقيها انها من عشر المستحيلات يعني. لكن لما انت بتقرر ذلك المشيئة سبحان الله بتيجي، لما انت بتقدم المشيئة الاول يعني انت بتشاء، ربنا بيكون لك سند فعلا. وهو ده اللي أنا كتبته على المنتدى، إن سبحان الله الرسالة هي إن ربنا سبحانه وتعالى لما بتكون عايز وبتقرر إن مالكش سند إلا ربنا سبحانه وتعالى بيكون لك هو السند فعلا. فالرسالة اللي وصلتني وحبيت إن أنا أشارككم فيها إنكم ما تجعلوش من أي إنسان من حياتكم سند، مش نبذلي أو كره لا قدر الله، لا ده
قمة الاستعانة بالله، لأن إحنا وصلنا لمرحلة، دي الرسالة التانية اللي وصلتني من خلال فترة هذا الابتلاء، إن إحنا وصلنا لمرحلة دلوقتي إن الابتلاء بكورونا بيجعل إن الإنسان لابد إنه وهو في عزلته يعتمد على نفسه تقريبا 100% لو ما فيش حد قادر يخدمه، لأن ممكن يكون أفراد الأسرة الباقيين هم كمان في عزلة فعلا، وده اللي كان تم، وهم كمان في نفس المرض، وباقي أفراد الأسرة التانيين ما ظروفهم لا تتح لهم أنهم يخدموا، وإذا خدموا ممكن يتعرضوا لنفس الابتلاء. فإذا أنت ممكن يكون سنك مش صغير، سنك كبير وحرارتك مرتفعة، وتقريبا أنت ممكن تكون في حالات بتوصل معاك لغيبوبة من حرارة مرتفعة، لكن رغم كده أنت بتاخد قرار وربنا بيعينك عليه، لأن ربنا عالم بقلبك إن في قلبك إنك عايزه هو السند. إزاي ربنا بيصحيك في مواعيد الأدوية؟ عفوا، إزاي ربنا بيصحيك في مواعيد الأدوية؟ إزاي ربنا بيديك القوة إنك أنت تقوم تحضر لنفسك وجبة ساخنة أو تعمل لنفسك مشروبات ساخنة، وإزاي المية الدافية وشرب المية الدافية علاج، إزاي أنك أنت ما تسيبش ريقك يجف وتفضل تشرب كل شوية مشروبات ساخنة وتاخد الدواء وتشرب شربة وتشرب حتى مية سخنة كل شوية، ما تسيبش ريقك ينشف أبدا، وتحضر لنفسك كل حاجة تقريبا علشان هو ده علاجك، عشان ما تحتاجش تروح لمستشفى. كل ده تعمله ازاي في حرارة مرتفعة وانت في اشد الحاجة لان انت تبقى نايم بس مش اكتر من كده؟ فسبحان الله ازاي ربنا كان بيقدر على ده. هو ده اجابته الوحيدة من الرسالة اللي وصلتني، هي الاستبصار بان ربنا سبحانه وتعالى هو السند، والصحة الجسدية والصحة النفسية لما انت بتقرر انك انت تحافظ عليهم حتى وانت في اشد حالاتك، بينك انت بأماء، يعني انت بتحتسب جسدك ونفسك امانة في يد الله سبحانه وتعالى، فمن اكثر من الله سبحانه وتعالى هيحافظ لك على هذه الامانة اللي انت استودعته اياها اكتر من ربنا سبحانه وتعالى. فانت بتثق بيقين في ان ربنا هيحفظ لك هذه الامانة اللي استودعته اياها بقلبك مش بالكلام. انت طول عمرك بتقول كده. هنيجي هنا بقى القناعة والمبادئ اللي اتكلمت عنها في اول التسجيل، القناعة والمبادئ اللي انت بتنادي بيهم واليقين اللي بتنادي بيهم طول عمرك. لما ربنا سبحانه وتعالى هيختبرك ويعزلك عن العالم كله وتكون انت بين ايديه سبحانه وتعالى وفي حالة يرثى لها، لكن رغم الامك حاسس ان انت راضي وبتطبق القواعد والمبادئ والقناعات اللي انت طول عمرك بتنادي بيهم، واليقين اللي انت بتنادي بيه بالرضا انك ترضى عن الله سبحانه وتعالى حتى يرضى عنك. من هنا التطبيق بقى من اختبار ربنا سبحانه وتعالى، ما بيحطك في الاختبار ده وانت بتبتدي تطبق بشكل عملي وتكتب الامتحان وتحل الامتحان صح، بانك انت خلاص انت مش كفاية ان انت كمان بتبقى في قمة تعبك مستودع جسدك ونفسك في ايد ربنا سبحانه وتعالى، ومش باستسلام، لا ده انت بتقاوم وبتقوم وبتحضر لنفسك حاجتك علشان جسدك ونفسك دول مش ملكك، لا دول امانة عندك ربنا سبحانه وتعالى حاطت الامانة دي عندك، وهو لسه ما اذنش بان هو يسترد هذه الامانة. حتى ياذن باستردادها لابد انك انت تحافظ عليها كاملة ولا تستسلم ابدا. فلما انت بتاخد هذا القرار وبتكون القناعة والمبادئ دي طول عمرك انت بتنادي بيهم، لما بتتحط في ابتلاء حقيقي بتبتدي تحل الامتحان صح،
وتبتدي تطبق اللي انت طول عمرك بتقوله. ربنا سبحانه وتعالى بيرسل لك احساس كبير جدا بالونس، وبتبقى مش في عزلة ابدا ابدا. بالعكس، ده يمكن اي حد بيسمعني يقول يعني مثلا وايه يعني عزلة فترة طويلة والانسان قاعد في بيته وما في مسليات كتيرة ممكن الانسان يتسلى بيها. لا، بس التسلية حاجة والانسان بصحته، ولما بيكون الانسان حاسس ان هو بين ايد ربنا سبحانه وتعالى هنا ما بيبقاش الموضوع موضوع تسلية، لا، موضوع انا هقدر اخدم نفسي، هل هقدر اخدم نفسي لحد امتى لحد امتى. فأصعب شيء ان احنا ممكن نتخيله ان احنا نكون في عزلة وما فيش حد قادر ان هو يطمئن علينا وجها لوجه او يساعدنا وجها لوجه. ورغم ذلك احنا مستقوين بالله ومتونسين بالله، ما بنبقاش قادرين نتخيل ابدا ان احنا هنقدر نمر المرحلة دي ولو بالتخيل إلا لو مرنا بيها. عشان كده أنا كنت حابة إن أنا أطمن بالذات حبايبي أصحاب الوساوس، الوساوس وهم المرض والموت ده، بإن ده مفيش، يعني أنا عايزة أقول لكم مفيش أحلى من إن الإنسان يبقى متونس بربنا سبحانه وتعالى. بس ده مفيش أحلى من إنك أنت تكون في عزلتك سعيد بان انت مع ذاتك اللي ذاتك اللي هي اللي انت بتعتز بيها وبتقدرها وبتحبها لمجرد قربها من ربنا سبحانه وتعالى. يعني انت مش بتزكي نفسك ولا بتحب نفسك تكبر ولا كبر ولا غرور، لا، ده انت بتعتز وبتقدر وبتحب ذاتك من عشقها في الله سبحانه وتعالى ومن اقتناسها بالله وحده سبحانه وتعالى. فانت بتأكد دايما لنفسك ان ربنا مش هيتخلى عنك، لذلك ربنا عمره مش هيستحالة يتخلى عنك ابدا. فالرسالة دي انا مش بوجهها لحبايبي اصحاب الوساوس الموت ووهم المرض فقط، لا، والناس المرضى اللي هم خايفين ان هم محدش يقدر يقوم بخدمتهم، او اصحاب الظروف الخاصة اللي ربنا وضعهم مثلا في لوحدهم او كده. لا، ربنا سبحانه وتعالى استحال ان هو يتخلى عنك ابدا طول ما انت حبيبه بانك تحل الامتحان صح اولا عشان تثبت انك حبيبه فعلا. وصدقني انت كل ما تحس انك انت خايف من الوحدة والعزلة او خايف من المرض او خايف من الموت، انت خد نفس عميق جدا، بس ده مش زي اي نفس. انت خد نفس واحمد ربنا جدا انك انت قادر تاخد النفس العميق ده والاكسجين داخل جسدك كله. دي نعمة وفضل من ربنا احنا ألفناها. فالأكسجين اللي داخل جسدك ده مش مجرد مادة ربنا خلقها سبحانه وتعالى عشان تساعدك على انك انت تعيش، لا، دي رحمة من ربنا. فانت تخيل الأكسجين وانت بتاخد نفس عميق يتخلل جسدك كله ويغذي دمك بيه، تخيل ان هذا رحمة من ربنا. كل جزء في الأكسجين اللي داخل كل خلية من جسدك ده رحمة، ربنا بيملى جسدك كله بالرحمة وبيملها لطف منه بأن هو مش هيأذيك أبدا، مش هيضرك أبدا، حتى لو ضرك ضرر خفيف جدا فده عشان بس أنت تكتب الامتحان صح، وبعد كده أنت بترجع أقوى من الأول. ده مش رحمة بس اللي هيتخلل جسمك، ده كرم من ربنا سبحانه وتعالى وعفو منه عليك. فخليك دايما متأكد من أنك حبيب ربنا سبحانه وتعالى. أنا متشكرة جدا لاستماع لحسن استماعكم، متشكرة جدا لأي حد قرأ البوست على المنتدى ودعالي بظهر الغيب، سواء قدم تعليق، أعتقد الأخت فجر جديد قدمت تعليق دعت لي فيه، ربنا يجزيك يا رب كل خير ويعافيك من أي مرض ويعافيكم جميعا بإذن الله. أشكركم وألقاكم على خير بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.